وقعنا بعرفش شنو بحالنا وجينا لحد هنا. هنا ما لقيناش نتفة أرض. اطلعوا. طب وين نطلع؟ وين نروح؟ هينا طلعنا والله ما احنا عارفين وين رايحين، وجينا في هالأرض هذه مشردين. طب لأمتى يا رب؟ لأمتى؟ لأمتى يا ناس؟ احنا هنا خايفين على أولادنا من الأسفلت، خايفين على أولادنا من البحر الصغار. معنا صعبة لا أكل ولا شرب، ندور على رغيف الخبز ما نلاقيش. مشردين. طب لأمتى يا رب؟ لأمتى؟ لأمتى يا ناس؟ تعالي الأصوات على الأذن الصماء لا يجدي نفعا، والحديث عن الإنسانيات لقلوب لا تنبض لا يروي ظمأ. فأنت أمام احتلال يتفنن في ابتكار ألوان التعذيب، فمن لم يقتل بالقصف ذاق مرارة الموت البطيء، سواء بالتجويع أو الترهيب. ومن ينجو من دانات المدافع والدبابات عاش حزينا مكسورا من فقدان قريب له أو عزيز. هذا هو الحال في قطاع غزة، لا يوجد ملاذ آمن أو مكان إيواء، فالجميع مهدد بالقتل أو الفقدان. حرب مستعرة تطال شرارتها أجساد الفلسطينيين، شيوخا كانوا أو نساء أو حتى أطفال. ضاقت بهم الأرض وازداد عليهم الخناق، فالقطاع الصغير كشف أن الشعارات الرنانة بالإنسانية والرحمة والمساواة وسيلة لتحقيق غايات وأهداف، وأن حماية المدنيين العزل ما هي إلا زريعة لأهداف خبيثة للتدخل في شؤون الدول. ومع دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رفح الفلسطينية، الملاذ الأخير للمدنيين الفلسطينيين، تتزايد التحذيرات من كارثة إنسانية سيكون مرتكبها كالعادة فوق القانون. ورغم أن كافة حروب إسرائيل الأخيرة على غزة لم تنتهي بتحقيق أهدافها، إلا أن غطرسة القوة تدفع الاحتلال إلى رسم أهداف لا يمكن تحقيقها بالعملية العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى حل سياسي. ورغم كل ذلك ما زالت ترفض الحل السياسي الذي سيكون بلا شك هو مشهد نهاية لتلك الانتهاكات الدموية. وتسعى مصر جاهدة للوصول إلى هدنة جديدة تستهدف أن تكون طويلة لتحقيق الاستقرار، وأيضا لحقن الدماء ورفع الدمار وإعادة الشيء إلى أصله، وهو ما يمكن قراءته في تحركات واتصالات القاهرة على مدار الشهور الماضية لإنجاز دخول المساعدات وعبور العراقيل التي يضعها الاحتلال، ومن ثم وقف أصوات السلاح لفتح الطريق أمام تبادل الأسرى والمحتجزين ولجم تلك الحرب التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني. أنا معكم أمل الحناوي، وتغطيتنا مستمرة حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة مريم صلاح، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذة مريم. كيف تري توصية الأمم المتحدة بمنح فلسطين العضوية الكاملة؟ وبرأيك ما تأثير نتائج التصويت الأممي على مستقبل الأوضاع في فلسطين وفي غزة؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. في البداية فيما يتعلق بتوصية الأمم المتحدة بمنح فلسطين العضوية الكاملة، في البداية لو احنا هنشير ل يعني لما يجي بيتم الاعتراف بدولة عضو في الأمم المتحدة لازم يوافق عليها 9 من الدول أعضاء من مجلس الأمن، على إن ما يكونش منهم الخمسة الدائمين، يعني محدش فيهم يستخدم حق الفيتو. وبعدين بيتم رفع التوصية بعد القرار بيتم رفعها للجمعية العامة لتنظر فيها على إن يتم موافقة من أغلبية الثلثين في الجمعية العامة، وبعدين بتصبح الدولة عضو. في الحالة الفلسطينية اللي احنا شاهدناه في الايام الماضيه، اللي حصل ان مجلس الامن في 19 ابريل عقد جلسته علشان منح فلسطين العضويه الكامله، واللي افضت في النهايه زي ما احنا عارفين لاستخدام الولايات المتحده الامريكيه حق الفيتو ضد القرار، مما اعاق حصول فلسطين على العضويه الكامله. نعم.
وبعدين لقينا ان فلسطين طلبت الجمعيه العامه بان هي تنظر في القرار مره اخرى ل ورفع توصيه او رفع توصيه لمجلس الامن لاعاده النظر في قراره، ولده اللي شهدناه على مدار الجلستين في جلسه في 1 مايو والجلسه الثانيه اللي كانت في امبارح اللي وصلت في للقرار في النهايه نتائج التصويت الاممي اعتماد القرار هذا. نعم استاذه مريم، نتائج النظر في عضويه دوله فلسطين، واللي طبعا احنا شاهدنا امبارح يعني موافقه تاريخيه من 143 دوله عضو في الامم المتحده، وكان ده رقم غير مسبوق. صحيح. بالحديث لو احنا جينا ركزنا عن ايه هي اصلا اهميه ان دوله فلسطين تحصل على العضويه كامله في الامم المتحده، فاحنا يعني نعم استاذه مريم ابقي معي. نعم استاذه مريم ابقي معي، يعني يوجد معنا الان خبر عاجل عن مصدر رفيع المستوى، ان ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفاد مصدر رفيع المستوى بأن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. مرة أخرى ننوه لهذا الخبر العاجل، حيث أفاد مصدر رفيع المستوى بأن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. ومرة أخرى أعود إليك أستاذة مريم، مصر أثبتت قوة موقفها والحكمة في إدارة ملف غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وتبذل كل ما في وسعها من أجل وقف إطلاق النار في القطاع. إذن كيف تقيمي الدور المصري؟ في البداية يعني لو احنا هنتكلم عن موقف مصر، أنا يعني ممكن أشير ليه في ثلاث محاور أساسية. أولا أنه الدعم السياسي ودعم الحل السياسي للقضية الفلسطينية من خلال تركيز مصر طول الوقت على حل الدولتين اللي بيفضي في النهاية لإقامة دولة فلسطينية. أيضا من بداية الأزمة مصر كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء الإقليمية والعربية والدولية، وأكدت مرارا وتكرارا على أن معبر رفح مفتوح دائما رغم القصف الإسرائيلي المتكرر، وأيضا رغم كافة العراقيل والقيود أمام مصر في هذا الإطار، والعراقيل اللي كانت بتضع إسرائيل أمام وصول المساعدات، إلى أن مصر نجحت في توصيل المساعدات طوال الوقت. وأيضا مثلا أن مصر كانت يعني كانت ولا زالت تحذر من العملية العسكرية في رفح. فيما يتعلق بالمفاوضات زي ما حضرتك أشرتي، مصر بتعمل طول الوقت منذ بداية الأزمة على تقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة، وأخرها كان المقترح المصري على ثلاث مراحل، واللي كان يعني كان بيشهد تقدم لولا أن في النهاية بدأت بعض العراقيل تظهر، لكن مصر أيضا أو رغم العراقيل استمرت في محاولة تقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة. تاني محور أشير إليه أيضا هي رفض مصر المتكرر والثابت على رفض تهجير القسر الفلسطينيين. نعم أستاذة مريم، التصريحات الأمريكية وما كشفت عنه صحيفة معاريف الإسرائيلية وأيضا الصحف الإسرائيلية المختلفة حول تلويح مصر بتجميد اتفاقية كامب ديفيد إذا استمرت العملية العسكرية على رفح الفلسطينية، يؤكد للجميع أن مصر هي التي عطلت على مدى الأشهر الماضية عمليات اجتياح عسكري إسرائيلي في رفح، وحتى الآن مصر تضغط من أجل وقف العمليات العسكرية. إذن كيف تصفي لنا هذا المشهد؟ أعتقد يعني أن يعني من وجهة نظري أن مصر من بداية الأزمة زي ما احنا عارفين انخرطت في المسار التفاوضي والحل السياسي وإنهاء الحرب باتفاق عن طريق تقريب وجهات نظر الأطراف، وبذلت قصار جهودها وما زالت حتى الآن. لكن في نفس الوقت يعني عايزين نأكد أن مصر أمامها كافة السيناريوهات، ولما يكون الأمر بيهدد مصر أو أمن مصر القومي، فيعني القيادة السياسية أكدت مرارا وتكرارا على أن
أي هجوم من شأنه أنه يمس يمس الأمن القومي المصري، فكافة السيناريوهات مطروحة. أعتقد أيضا أن طب إذا برأيك أستاذة مريم، ما سيناريوهات رد الفعل المصري إذا ما استمرت إسرائيل في عملياتها المستفزة في قطاع غزة وخاصة في مدينة رفح الفلسطينية؟ يعني هو أو في البداية طبعا يعني يجب التأكيد على أن مصر حريصة طول الوقت أن هي تمشي في مسار رفع الظلم والمعاناة عن المدنيين في قطاع غزة. وتاني حاجة أن هي زي ما مصر أكدت من خلال القيادات السياسية دائما على أن الأولوية دائما هي حماية الأمن القومي المصري. وأعتقد أن يعني في ظل تبني مصر الحل السياسي، اعتقد ان ده مسار مهم. وتاني حاجه كمان ان التصريحات الاخيره بتاعت مصر بالتهديد باتفاقيه السلام او كده، ده اعتقد ان ده من حق مصر حاليا ان هي تستخدم هذا ورقه نعم. الضغط دي، لان اسرائيل تدرك جيدا ان يعني اسرائيل موقعه اتفاقيات سلام مع عدد كبير من الدول مع العربيه، مع مصر والاردن تحديدا، وهي يعني الدولتين المحيطين بحدودها الجغرافيه. اذا استاذه مريم، ما رؤيتك حول مستقبل مفاوضات الهدنه في غزه؟ ما سبب تعثر الوصول الى اتفاق حتى الان؟ والله أنا يعني وجهة نظري إن هو كل طرف يعني بيحاول يحقق أكبر قدر من المكاسب، يعني بدون النظر حتى للوضع الإنساني أو كما يزعم الطرفان، يعني إنه كل طرف بيسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الميدانية والسياسية. واللي حصل في الفترة الأخيرة في المسار التفاوضي هو يعني إن كل طرف عنده انعدام ثقة في الطرف الثاني. يعني مثلا على سبيل المثال ان اسرائيل شايفة ان مثلا بند بتاع الافراج عن الاسرى في المقترح، يعني شايفة ان مثلا ممكن ان حماس تفرج عن الاسرى، يعني ما عندهاش ثقة في ان حماس ممكن تفرج عن اسرى في كذا مرحلة او كذا دفعة. ممكن تكون دي من احد اصلا يعني ودي احد الاوراق الضغط اللي حماس بتستخدمها حاليا ضد اسرائيل واهمها طبعا. هو رد إسرائيل تخطى حدود الرد. يعني بشكرك شكرا جزيلا أستاذة مريم صلاح، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا. وللمزيد من التفاصيل والمعلومات ينضم إلينا من القاهرة دكتور ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي. يبدو أننا فقدنا الاتصال، والآن نذهب إلى معبر رفح والزميل ومراسل القاهرة الإخبارية رمضان المطعمي. رمضان، بعد التحية، ما هي آخر المستجدات لديك فيما يتعلق بتطورات الأحداث لديك؟ نعم أمل، يعني يبدو المشهد يتصاعد ساعة بعد الأخرى منذ ليلة أمس، وحتى الآن كانت آخر الاستهدافات التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية هي إطلاق 4 صواريخ من مدينة رفح على معبر كرم أبو سالم أو المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبو سالم التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وهذا البيان الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 4 صواريخ على محيط منطقة كرم أبو سالم وتم اعتراض أحدهما، ولكن حتى الآن لم يصدر بيان عن فصائل المقاومة بتفاصيل هذه العملية وما هي الأهداف والإصابات التي نالت منها هذه العملية. ولكن جاءت هذه العملية هنا أثناء الزيارة الخاصة لوزيرة خارجية سلوفينيا إلى معبر رفح، وفي تلك الأثناء كان هذا الاستهداف الذي رأيناه على مقربة ما بين معبر رفح من الجهة الفلسطينية وما بين معبر كرم أبو سالم، وهي المسافة قرابة ما يفصل ما بينهما
غرابة كيلو مترين فقط، يعني كانت هذه أثناء الزيارة كما ذكرت. أيضا يعني الأحداث تتصاعد بين حين وآخر بالنسبة لعمليات النزوح الكبيرة التي تشهدها مدينة رفح وقلب مدينة رفح، سواء الجهة الشرقية أو قلب المدينة أو حتى في شمال غزة. تابعنا منذ الصباح هذه العمليات النزوح الكبيرة التي وصلت إلى 300,000 من النازحين من مختلف المناطق في قطاع غزة. هذه عمليات النزوح التي جاءت بعد عمليات القصف الشديدة من قبل يعني طائرات الاحتلال، قوات الاحتلال الإسرائيلية وكذلك المدفعية في مناطق مختلفة استهدفت البنايات السكنية للمواطنين، وذلك جاء بالتزامن مع الإعلان الصادر عن قوات الاحتلال، عن جيش الاحتلال الإسرائيلية بضرورة إخلاء هذه المناطق، ويعني وحدد رقم الأبراج التي يتم إخلاؤها على الفور. ولكن ما نلحظه هنا وما ذكرناه ونؤكد عليه أن الخطة التي يعني وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي الخاصة بشرقي مدينة رفح، ولكن هناك بعض المخيمات التي هي في قلب مدينة رفح تم إصدار أوامر لها بالإخلاء فورا، وهذه المخيمات هي مخيم رفح ومخيم الحي الإداري. هذه المخيمات التي تكتظ بمئات الألاف من المواطنين الذين على الفور بعد هذه الغارات المكثفة، سواء من الزوارق البحرية الإسرائيلية أو كذلك أيضا من الدبابات أو قصف المدفعية. وعلى الفور هذا المشهد الذي عمل الاحتلال على بث هذا الرعب داخل المواطنين في رفح، فورا جاءت عمليات النزوح إلى مناطق عدة خاصة إلى منطقة المواصي. هذا المشهد نعم أمل، يعني كانت هذه رمضان المطعني. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من ميناء رفح البري، شكرا جزيلا لك رمضان المطعني. وللمزيد أيضا مشاهدينا الكرام من المعلومات والتفاصيل ينضم إلينا من القاهرة دكتور ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي. بعد التحية دكتور ياسر، موقف مصر واضح إزاء التصعيد الإسرائيلي الأخير في رفح الفلسطينية، وهو المطالبة بضرورة الوقف الفوري لأي أنشطة عسكرية إسرائيلية في رفح على الحدود المصرية مع غزة، كيف ترى ذلك؟ في الواقع أنه مصر استطاعت أن توصل تصورها ورأيها ومنظورها للعمليات التي تجري في رفح الآن إلى كل مراكز القرار في العالم. مصر أيضا استطاعت أن تبني توافقا مع الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي والدول الرئيسية في أوروبا ودول رئيسية أيضا أخرى في العالم على ضرورة التحذير من عملية في رفح، على ضرورة إنفاذ المساعدات بشكل مستدام، وعلى ضرورة أيضا الوصول إلى تهدئة وإعلان هدنة وإيقاف إطلاق النار في غزة. وبالتالي الموقف المصري هو جزء من الموقف المعلن عالميا في هذا الصدد. وأيضا مصر استطاعت أن توصل إلى مراكز القرار الدولية تحذيراتها وأيضا ضغوطها الكبيرة. الولايات المتحدة نفسها أشارت إلى الضغط المصري في هذا الصدد، وربما يكون الضغط المصري في هذا الصدد أحد العوامل الجوهرية لبعض القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة حيال حلفها الرئيسي إسرائيل، وأيضا حيال تصاعد المطالبة بإجراء نوع من المحاكمة أو من المساءلة القانونية للجرائم الإسرائيلية ضد أهلنا في قطاع غزة. فالواقع أنه الدور المصري، الرؤية المصرية في هذه المسألة واضحة جدا ووصلت لكل الأطراف المعنية بشكل محدد. دكتور ياسر، برأيك ما تأثير العملية التي تشنها إسرائيل على رفح الفلسطينية على العلاقات المصرية الإسرائيلية؟ العلاقات المصرية الإسرائيلية علاقات ممتدة في الزمن. استطاعت مصر أن تحافظ على نسق معين يحافظ على المصالح القومية والوطنية المصرية، وفي نفس الوقت يضمن شكلا من أشكال التنسيق أو التفاوض في أوقات الأزمات. مصر استطاعت من خلال هذه العلاقات أن تتدخل تدخلات نافذة وناجحة جدا في حروب 2008 و2012 و2014 و2021، والآن مصر هي اللاعب الرئيسي، هي الوسيط الأساسي في هذه
المسألة القاهرة تستضيف المفاوضين من عواصم مختلفة وأيضا من إسرائيل ومن حماس، وبالتالي مصر لديها هذه العلاقات مع إسرائيل التي تجيرها أو تسخرها لخدمة المصلحة الوطنية والمصلحة القومية وأيضا الحق الأخلاقي للشعب الفلسطيني في وصوله لدولة مستقلة وتقرير مصيره. لكن حينما تقع انتهاكات أو مشكلات فيما يتعلق بالالتزام باستحقاقات معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فإن مصر تزن ما يحدث بميزان دقيق، وعندئذ تتخذ الإجراءات المناسبة. لديها العديد من الأوراق وهي لا تستنفذ أوراقها مرة واحدة. الآن إسرائيل ربما سجلت انتهاكات للاتفاقية المعاهدة السلام بروتوكولاتها الأمنية. مصر أيضا اتخذت بعض الخطوات في نفس الإطار للمحافظة على نوع من التعاون، لكن ما يمكن أن يحدث لاحقا يمكن أن يجري عبر البروتوكولات المنظمة لهذه المعاهدة عبر التفاوض بين الطرفين. وأتصور أن مصر لديها كل الخيارات ولديها أيضا كل القدرة على الدفاع عن مصالحها بشكل عادل. دكتور ياسر، التحذيرات والضغوط المصرية لرفض اجتياح إسرائيلي لرفح هو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد أن العملية العسكرية تتسبب في مشكلات مع مصر التي نحرص على العلاقات معها. هذا الكلام جاء على لسان جو بايدن، وهو ما دفع أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن يؤكد رفض إسرائيل، رفض واشنطن لأي عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل في رفح الفلسطينية. إذن برأيك كيف يكشف ذلك عن حجم التحركات التي قامت وتقوم بها القيادة المصرية لوقف التصعيد وإنهاء الحرب؟ بالفعل هو الموقف المصري، نحن لم نطلع على الموقف المصري من مصدر مصري، ولم تعلن مصر هذا في البداية. نحن عرفنا الموقف المصري من تصريحات الرئيس بايدن عبر مقابلة تلفزيونية. هو قال إن المصريين غاضبون وأنهم يشتكون من هذا الأمر، وأنه بناء عليه يجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. فبالتالي مصر أوصلت الرسالة، لم توصلها عبر قنوات إعلامية ولكن أوصلتها بشكل سياسي محدد. هذه الرسالة وجدت الأذان الصاغية، لأن الغضب أو يعني المشكلة التي تحدث مع مصر الآن يمكن أن تعيد خلط كل أوراق اللعب في المنطقة، ويمكن أن تعرقل أي فرصة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة الراهنة وتعقد كل ما تفعله الأطراف. وبالتالي أتصور أن الاستجابة الأمريكية المعلنة، وأيضا أتصور أن الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي كلها ثمرة لهذا الموقف المصري. المهم هو الآن أن تواصل مصر سعيها لإيجاد فرصة أخرى لجلوس وتفاوض بين الأطراف، ربما يمكن الوصول إلى هذا الحل. وفي الإطار الآخر يجب أيضا أن تقوم مصر بمراقبة ما يجري من انتهاكات على حدودها الشرقية، والقيام بالدور الواجب من أجل موازنة هذه الانتهاكات عبر طبعا الأدوات والوسائل في البداية السياسية والسلمية المختلفة والمتنوعة. على مدار السبعة أشهر الماضية ضاعفت مصر من جهودها في الوساطة للوصول لاتفاق هدنة يوقف التصعيد الإسرائيلي وأيضا يمنع انفجار المنطقة حرفيا. لو تحدثنا عن ما قدمته أو ما قدمه المفاوض المصري وما قدمته مصر في هذا الملف. في الواقع انه مصر اظهرت درجة كبيرة من الكفاءة والفاعلية وايضا من التوازن السياسي الذي اعطى لها القدرة على ان تكون محل ثقة كل الاطراف، سواء كانت الطرفين المتحاربين او حتى الاطراف التي اندمجت او انخرطت في مراحل من مراحل الوساطة، الولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر. وبالتالي ظلت القاهرة هي الضمانة الاساسية لإيجاد فرصة للمفاوضات والمحادثات، وبالتالي كانت القاهرة هي محل أنظار العالم عندما اشتعلت هذه الأزمة. وحتى اللحظة الأخيرة آخر مفاوضات كانت موجودة في القاهرة. بالفعل حدث تعثر، هذا أمر نحن نلحظه ونعاينه، لكن حتى حينما ستكون هناك عودة ستكون أيضا عبر الوسيط المصري. مصر لديها تراكم من الخبرات التاريخية في هذا المضمار، الكثير من الحروب غزة الخمسة
كانت كلها تفك أزماتها على من خلال الوسيط المصري، وهذا الأمر إنما يعبر عن في جانب منه عن ثبات الموقف المصري، ثقة الأطراف فيه، وأيضا القدرة على إدارة هذه المسألة الصعبة بدرجة كبيرة من التوازن والحرفية. كيف تصف لنا تصويت الأمم المتحدة على مشروع قرار يدعم حق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة؟ وهل ما تفعله إسرائيل يضع واشنطن في موقف محرج؟ نعم، في الشق الأول هذا التصويت طبعا نحن نعتبر أنه خطوة على الطريق الصحيح، وأنه رؤية دولية وتوافق دولي يشير إلى أن القضية الفلسطينية ربما تحظى بدرجة من التفهم والدعم على المستوى الدولي، لكن لا يعني ذلك أن هذا الأمر يمكن أن يحدث اختراقا هائلا، لأن هذا التصويت له طبيعة رمزية، ومن دون أن يقر مجلس الأمن الدولي وهو الهيئة الأممية المعنية بنفاذ مثل هذه القرارات، من دون أن يقر بعضوية فلسطين أو يعترف بالدولة الفلسطينية، تظل هذه الدولة لها دلالة رمزية، هي دلالة بالتأكيد إيجابية لكنها ليست قاطعة أو حاسمة. نحن يجب أن نعمل مع مجلس الأمن الدولي من خلال دفعه إلى تبني هذا القرار. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فإنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بإحراج شديد، بالفعل نتنياهو هو عبء كبير على الإدارة الأمريكية الحالية، وأتصور أن هذا الأمر بات واضحا جدا وسيشتد كلما اقترب موعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2022. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات والتوضيحات المهمة، كنت معنا من القاهرة. للمزيد أيضا من التفاصيل والمعلومات والتوضيحات المهمة ينضم إلينا من القدس المحتلة الأستاذ إسماعيل مسلماني الباحث في الشؤون الإسرائيلية. بعد التحية أهلا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، مزق مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ميثاق الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة لمناقشة مشروع قرار يدعو لتوسيع امتيازات دولة فلسطين، كيف ترى هذه التصرفات الإسرائيلية؟ هل هذه التصرفات الإسرائيلية تعبر عن ارتباك واضح داخل حكومة نتنياهو؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام ولقناة القاهرة ولشعبها المصري. طبعا بطبيعة الحال هذه ليست أول مرة، يعني أردان يتصرف بهذا الشكل. قبل 3 أعوام تقريبا في مجلس حقوق الإنسان مزق بيده، هذه المرة جاب علبة وحط العلبة وحط الورقة، يعني حاول، يعني أولا هو استخفاف بحضور 100 وما يقارب 77 دولة بغض النظر عن الذين اعترضوا أو الذين امتنعوا، ويستهزئ بكل الحاضرين بهذا الاجتماع، وهذا ردة فعل غضب واضحة جدا. يعني قال أن هذه جائزة لحركة حماس، جائزة لإعلان هيئة الأمم الدولية بهكذا قرار ساحق الذي كان متواجد. هذه ليست أول مرة يكررها أردان بالمناسبة، وهي طريقة يحاول أن يستفز الجالسين، وأيضا بصراحة هو استخفاف بالحاضرين المتواجدين في داخل هيئة دولية. أيضا هذا يعني تعبير أولا همجي، وتعبير يعبر عن عنصرية الاحتلال الإسرائيلي بعدم الاعتراف. بالمناسبة موضوع العضوية الكاملة في هذا الشأن، هناك نص مادة 4 في هيئة الأمم المتحدة والتي صدرت عام 1949، والتي تنص أولا بالنسبة للذي حصل هو انتصار ساحق حتمية تاريخية بحول تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، هذا يعبر عن مدى. لكن الموضوع الآن مرتبط بتحويله إلى مجلس الأمن، هل أمريكا ستضع مرة أخرى الفيتو؟ إذن مشكلة القضية الفلسطينية مع أمريكا أصبحت الآن بشكل واضح، لأن أمريكا ماذا تقول بكل مرة؟
دائما تقول، وعلق بالمناسبة البيت الأبيض، أن الحل سيكون دائما بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هكذا يعبرون. يعني هذا تناقض أمريكي، تناقض أمريكي واضح جدا في هذا السياق. أستاذ إسماعيل، الكثير من الدول الأوروبية أعلنت عن نيتها وقف دعم إسرائيل بالسلاح في الفترة المقبلة على خلفية انتهاكاتها في غزة، كيف تقرأ ذلك؟ وهل يمثل ضغوط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار؟ أولا لأنه لسببين. السبب الأول أن موضوع الشحنات العسكرية أو المد العسكري بكافة أشكاله، سواء قطع بالطيران أو قذائف أو إلى آخره، بكل الحيثيات اللوجستي العسكري، هذا الآن بدأ محطة اهتمام لمحاكم الجنايات الدولية، وكذلك الأمر للاهاي، وأيضا للشعوب الأخرى الثانية التي لا يعقل. مثلا ثاني دولة تأتي ألمانيا ثم بريطانيا ثم إيطاليا من أكثر الدول الداعمين لإسرائيل في العملية العسكرية. هذا أيضا تعليق الشحنة العسكرية من قبل بايدن، رغم أنه أقر في المقابلة بأننا قد أعطينا وتم مد إسرائيل وقتلت المدنيين، يعني هذا اعتراف ضمني بما إذن كل من يعطي السلاح للإبادة للشعب الفلسطيني إذن هو مشارك في عملية القتل. البيت الأبيض قال إنه لا يزال من الممكن سد الفجوات المتبقية لإنجاح مفاوضات الهدنة في غزة، برأيك ما الذي يؤدي إلى تعثرها حتى هذه اللحظة؟ يعني الحقيقة واضح أن مصر لعبت دورا بارزا منذ تقريبا 10 أيام حين توجهت إلى تل أبيب، وكانت يعني ورقة من 3 أو 4 صفحات تقريبا كانت ورقة المقترحات، ثم تداولوا فيها في تل أبيب، وثم من بعد ذلك تدخل جانس وإيزنكوت ويؤاف جالنت لأول مرة بسبب فقدان الثقة لنتنياهو، وبالتالي ثم توجهوا الوفد المصري إلى القاهرة وتم استدعاء حركة حماس حول هذا الموضوع، وحصل تعديلات بموافقة ويليام بريند يعني CIA المخابرات المركزية، وكان هناك موافقة أيضا من البيت الأبيض، لكن اتضح يعني فيما اتضح أن هذه شكلت حين أعلنت حركة حماس الموافقة شكلت صفعة لإسرائيل ولنتنياهو تحديدا، أن هذا الرجل لا يريد يعني إيقاف الحرب. كلنا نعلم لماذا لا يريد إيقاف الحرب، لأنه هو نهاية المشهد السياسي لنتنياهو. واضح أن رغم أن البيت الأبيض قال يعني هناك اختلافات بسيطة وليست جوهرية، لا، واضح أن هناك خلاف كبير حول موضوع كلمة هدوء مستدام. حركة حماس طلبت يعني ما معنى هدوء مستدام؟ قالوا بما يحقق وقف إطلاق النار. طيب يتم كتابته، هذا الذي حصل، وبالتالي قدمت حماس يعني ليونة، وبالتالي الآن الأمور توقفت وتعثرت والمفاوضات بسببين. تقصد أن حماس قدمت مرونة في التفاوض بعكس تعنت وإصرار الجانب الإسرائيلي على مواصلة هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ إسماعيل مسلماني الباحث بشؤون الإسرائيلية على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا الكرام نشاهد لقطات وفيديوهات للقطات حية في مباشرة في رفح الفلسطينية الآن على الهواء مباشرة. هذه اللقطات هي لقطات مباشرة للوضع الآن في رفح الفلسطينية. كما ينضم إلينا مشاهدين من نيويورك السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أهلا بك. وبعد التحية، ما هي برأيك مكتسبات فلسطين من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأحقية فلسطين بعضوية الأمم المتحدة؟
المكتسبات الفلسطينية ثلاثة رئيسية واضحة تماما في القرار اللي تم إقراره بناء على دفع من المجموعة العربية وجامعة الدول العربية في الجمعية العامة بالأمن. أول حاجة أنه بيقرر أن دولة فلسطين قد استوفت كافة الشروط المطلوبة للعضوية بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. ثاني حاجة أنه بيطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في القرار الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة بالفيتو يوم 18 إبريل واتخاذ قرار إيجابي بضم دولة فلسطين إلى عضوية الأمم المتحدة. ثالث حاجة أنه بيقر عدد إضافي من الإجراءية المحضة التي لا تشكل تعبير عن موضوعات العضوية، وبيقر منحها لدولة فلسطين إلى أن يتحقق الرأي هذا انضمام إلى العضوية العامة. بما في ذلك أن دولة فلسطين هتنزل تقعد من ضمن الدول الأعضاء في ترتيبها الأبجدي بدل ما هي قاعدة دلوقتي مع المراقبين، معنا الأفريكان يونيون، مع الجامعة العربية، مع الاتحاد الأوروبي، مع الحاجات دي. نعم. هنا فيها حق فلسطين تقدم بقرارات إنها ولكن في هنا برضو قواعد وضابطة لابد إن احنا نراعيها في الحسبان. نعم، إذن جهود عربية مكثفة من أجل الوصول إلى تلك النقطة، هل هناك خطوات قادمة سيتم القيام بها استنادا إلى هذا القرار برأيك؟ الـ احنا منتظرين بقى عدد من الاجتماعات الهامة اللي موجودة، لأنه علشان نعمل خطوات قادمة لازم نرجع تاني المجلس الأمن، لأنه لابد من صدوم لم يتم ضم أي عضو لعضوية الأمم المتحدة بدون صدور قرار من مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بالقبول. آخر واحد كان فيتنام، حصل معاه نفس اللي حصل مع فلسطين، ولجأت فيتنام إلى الجمعية العامة واستصدرت قرار مماثل للقرار اللي احنا طلعناه امبارح، وبناء على ذلك بعد سنتين تقدمت فيتنام بعد أن توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة اللي كانت معترضة على قرار فيتنام، تقدمت فيتنام. إذن هناك هنا حاجة إلى المزج ما بين العمل الدولي في المنظمات الدولية عندنا في نيويورك وما بين العمل السياسي اللي بيتم بالتحاور المباشر والتفاوض المباشر مع الأطراف المعنية اللي ممثلة في مجلس الأمن. وما تأثير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على مسار حل الدولتين برأيك؟ هو ده بيرسخ من فرص تنفيذ حل الدولتين، يعني لما أقول إن 143 دولة بيعترفوا بأن فلسطين مستوفية لشروط العضوية في الأمم المتحدة، وأن في 144 دولة اعترفوا بدولة فلسطين كدولة مستقلة رغم أنها لسه ما عندهاش حدود، رغم أن لسه لم يتم الاتفاق، بس إسرائيل ما هي عضوة في الأمم المتحدة وما عندهاش حدود، وبالتالي تنفيذ لقرار 181 قرار التأسيس ده بيرسخ من فرص تنفيذ حل الدولتين. إذن هل زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين هو يعتبر نقطة تحول في دعم القضية الفلسطينية؟ هناك أيضا من يريد أن يعني يتم التوصل لاتفاق حول القضية الفلسطينية خارج الأمم المتحدة، هل القرار سيمنع ذلك التوجه ويعيد القضية الفلسطينية لأروقة الأمم المتحدة؟ القضية الفلسطينية ستظل حية في أروقة الأمم المتحدة طالما تظل دولة فلسطين ممثلة تمثيل كبير وواضح في الأمم المتحدة، وهو ده اللي احنا بنسعى إليه في إطار عملنا هنا في المجموعة العربية وفي جامعة الدول العربية وتمثيلنا في الأمم المتحدة. ولكن كما ذكرت من قبل هناك ضرورة للمزج ما بين العمل الدبلوماسي اللي بيتم في الأمم المتحدة والعمل السياسي اللي بيتم على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الدول والحكم والأمراء والملوك وغيره. عندنا قمة عربية جاية يوم 16 مايو في البحرين في المنامة، ننتظر إنها هتنظر في هذا الموضوع. الأمين العام أحمد أبو الغيث هيقدم تقرير
عن كل ما جرى في هذه المفاوضات، وحيتم بحث الخطوات المستقبلية. عندنا اجتماعات بتتم بوساطة مصرية قطرية بتحظى بتقدير كبير هنا في الأمم المتحدة، ومن الممكن أنها توصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل الرهائن مع سجناء وإجراءات وحاجات تفتح باب لقدر من التفاوض السياسي. هناك مبادرة أخرى، 6 دول عربية قدمت ورقة عمل إلى الولايات المتحدة بتتضمن إجراءات محددة جاري التفاوض عليها مع الولايات المتحدة لتنفيذ حل الدولتين. إذن بنحاول نستغل الفترة اللي فاضلة في رئاسة الرئيس بايدن أيضا من الناحية السياسية للدفع نحو التنفيذ الكامل لحل الدولتين، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية اللي احنا بنقوم بيها هنا في الأمم المتحدة. فهي خطين متوازيين حيلتقوا إن شاء الله في النهاية. وهل القرار يساعد مجلس الأمن لإجراء تحقيقات حول المقابر الجماعية في غزة؟ لا، ده موضوع تاني، ده غير القرار ده. في بيان صحفي صدر بالأمس من مجلس الأمن حول موضوع المقابر الجماعية في غزة، بيطلب إجراء القيام بتحقيق دولي شفاف ومستقل، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات التي قامت بها إسرائيل. ده برضو تم بناء على طلب من المجموعة العربية، تقدمت به الجزائر يوم الثلاثة اللي فات إلى مجلس الولايات المتحدة، كانت معترضة عليه. وفي هذا الإطار المجموعة العربية هددت الولايات المتحدة بأنها هتقدم مشروع قرار، وعملنا مشروع قرار وكنا على وشك أن احنا نحطه للتصويت، ولكن الولايات المتحدة وهذه الإدارة على وجه التحديد باعتبار أنها إدارة ديمقراطية تهتم بحقوق الإنسان تراجعت عن موقفها في آخر لحظة وقبلت أنه يتشكل لجنة تحقيق دولية، ودي هتتم عن طريق مجلس حقوق الإنسان في جنيف. قبل انطلاق فعاليات القمة العربية المقبلة، لو تحدثنا عن أهمية وحدة الصف العربي في دعم القضية الفلسطينية. لم يكن أي مما تحقق، سواء كان اعتماد قراراتنا 2712 2720 2728، قرارات الجمعية العامة الثلاثة اللي صدرت على القضية الفلسطينية، ليحدث لولا وحدة الصف العربي 100% وراء فلسطين وراء القضية الفلسطينية. لو كان الصف العربي هناك في انشقاقات أو لو كان في تحزبات، لم نكن قد وصلنا إلى هذه المرحلة. إذن هناك اصطفاف فيما يتعلق بهذه القضية. أيضا، هل قرار الأمم المتحدة يؤكد أن إسرائيل فقدت التعاطف الدولي معها بسبب جرائمها في قطاع غزة؟ بالطبع. كل ده يعني ده تقييم صحيح 100%، إنه نتيجة تزايد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والحصار الإسرائيلي الخانق وقفله لكل المعابر وقصفه المعبر رفح من ناحية فلسطين، وقفله المعبر كرم أبو سالم، وقفله لميناء أشدود ولمعبر إرز ولغيرها من المنافذ، كل ده تسبب في أزمة إنسانية خانقة جعلت عدد كبير من الدول يصوت لصالح هذه القرارات من ناحية، ومن ناحية تانية يعترف بدولة فلسطين كدولة مستقلة. إذن هناك معاناة في 30,000 يعني 30,000 مواطن فلسطيني استشهدوا، في 70-80,000 اتعوروا، ولكن هناك مقابل سياسي ومقابل في إطار تنفيذ حل الدولتين. سيادة السفير، لذلك هل التأييد الدولي قد يساهم بشكل أو بآخر في تغيير بالموقف الأمريكي الذي يوفر الحماية دائما لإسرائيل؟ بالطبع، يعني نرى دلوقتي ملامح بعض التغير في الموقف الأمريكي، ويمكن مش بس الموقف تصويت في قرارات الجمعية العامة أو في قرارات مجلس الأمن، ولكن أيضا التغيرات حتى داخل حتى المجتمع الأمريكي، المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية اللي خلت الرئيس يطلع يتكلم لأول مرة على موضوع المظاهرات الطلابية، اللي خلت إنه الولايات المتحدة تبتدي تهدد إسرائيل بأنها مش هتزودها بعدد بنوع معين من السلاح عشان ما تستخدموش فيما في تصميم إسرائيل على إنها تجتاح رفح. وبالتالي هناك يعني الإدارة الأمريكية بتحسب خطواتها كويس قوي علشان خاطر هذا العام عام انتخابي،
وكل خطوة بتفقد بيها أصوات أو بتكسب بيها أصوات. بتحاول تكسب أصوات أكثر بأنها بتتقرب من إسرائيل وأنها بتؤيد إسرائيل باستمرار. وبيتلاقى ذلك مع مصلحة إسرائيلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي اللي بيقود حكومة من أكثر الحكومات تطرفا، واللي برضو على حاسس أنه أي قدر من المرونة هيقدمه من خلال المفاوضات هيقود إلى انهيار الائتلاف الحاكم، وسيقود إلى تقديمه للمحاكمة سواء كان على الجرائم السابقة فساد والمحسوبية والرشاوي اللي خدها، أو على فشله في إدارة شؤون البلاد وتسببه في أحداث 7 أكتوبر وما تلاه من تداعيات سلبية ضد الدولة الإسرائيلية. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك سفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، كنت معنا من نيويورك. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. وللمزيد مشاهدين أيضا من التفاصيل والمعلومات ينضم إلينا من رام الله عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، أهلا بكم. في البداية، عكست الأيام الماضية حجم التحركات المصرية الجادة مع الإدارة الأمريكية ودفعها للضغط على إسرائيل للعودة للمفاوضات ولإنهاء عمليات إسرائيل في رفح، وإلا سيكون لذلك تداعيات سلبية على اتفاقية كامب ديفيد. لو تحدثنا عن هذه التحركات. التحية لكم وللمشاهدين الكرام، وهذا تقدير كبير وإيمان كبير بدور الشقيقة مصر. ليس هذا موقفا حديثا ولا مستجدا. مصر تتبنى الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية وتعمل من أجلها، وهذا ليس جديدا عليها. لكن برز هذا الدور المصري أيضا مع العدوان المتواصل بحق شعبنا ما بعد 7 أكتوبر، حيث وقفت مصر وقفة حقيقية. أولا وقفت في وجه التهجير القسري، ومن ثم وقفت وقفة إنسانية في فتح المعبر على مدار كل أيام العدوان، وعملت بكل ما تستطيع من أجل إيصال المعونات الإنسانية والطبية إلى شعبنا في قطاع غزة. وغالب هذه المعونات أصلا كانت معونات مصرية لم تصل مصر فحسب. أما على الصعيد الآخر، نعم، هي أيضا تتبنى الموقف السياسي، تتبنى الموقف الفلسطيني، وتسعى بكل جهد لوقف العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني والدفع باتجاه مسار سياسي ينهي الاحتلال والعدوان ويقودنا إلى الدولة الفلسطينية المستقلة. لكن كان هناك موقفا مهما عملت عليه مصر لكن أعاقه ويحاول إفشاله نتنياهو، أن مصر تنبهت لمخاطر الهجوم على رفح، وأن نتنياهو وجيشه ماضون في هذا الهجوم، فأرادت أن تتقدم بمقترحا وأن تدفع باتجاه الوصول إلى اتفاق يوقف العدوان قبل الهجوم على رفح لتجنيب شعبنا الفلسطيني المزيد من شلال الدماء النازف. وبالفعل هي قدمت مقترحا مهما ووافقت عليه حركة حماس، إلا أن نتنياهو الذي لا يريد اتفاقا بينما يريد أن يتواصل العدوان على شعبنا في قطاع غزة استمر في عدوانه واحتل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واليوم هو ماض في عملياته العدوانية على شعبنا في قطاع غزة. وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من هذا الموقف لدولة الاحتلال الذي يريد إعاقة الوصول إلى اتفاق، مصر لا تزال تعمل بكل ما تستطيع من أجل أن لا يفشل الوصول إلى هذا الاتفاق، وأن تجد قواسم ممكن أن تنجح هذا الاتفاق. ولأن مصر، أعود وأقول، تفكر في وقف العدوان عن شعبنا وفي وقف شلال الدماء دون أي أجندات مصرية خاصة، وإنما إلى جانب المصلحة الوطنية الفلسطينية ووقف هذا العدوان الدامي المتواصل. لذلك هذا هو الدور الذي لعبته مصر، والدور الذي لا زالت تلعبه مصر حتى هذه اللحظات، ولم تتخلى لحظة عن هذا الدور الإسنادي إلى جانب شعبنا الفلسطيني مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأشقاء العرب، مع كل العالم. وهي عندما شعرت أن نتنياهو يسعى إلى تهديد هذا الاتفاق بذلت كل جهد مستطاع، والأكثر من ذلك هي حذرت أن فشل هذا الاتفاق واستمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني هذا من شأنه أن ينسف الأمور، ومن شأنه أن يدفع مصر الشقيقة باتخاذ خطوات لربما لا تعجب هذا الاحتلال المجرم. ومصر عندما تحذر معنى ذلك أن مصر تشعر بالغضب الشديد من هذا الاحتلال المجرم، وأن على هذا الاحتلال أن يحسب ألف حساب
للموقف المصري وأن يستجيب لهذا الحراك المصري، لأنه ينقذ شعبنا الفلسطيني وينقذ الحالة في المنطقة ويقودنا إلى مسار سياسي ويعيد الحياة إلى قطاع غزة، وبالتالي هو مصلحة للكل، ولا يجب على هذا المجرم نتنياهو أن يواصل عدوان وتنصل من الالتزام بأي اتفاق يوقف هذا العدوان. سيد عبد الفتاح، اعتبر مندوب فلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن التصويت على مشروع قرار بمنح بلاده العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيوجه رسالة قوية إلى إسرائيل بشأن قبول حل الدولتين. كيف ترى إذن تأثير الخطوة الأممية على مسار حل الدولتين؟ يعني نحن نتمنى فعلا أن يكون لها تأثير في هذا الإطار، على اعتبار أن العالم اليوم تقريبا كله مجمع على أن الحل هو فقط مستند إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبإقامة الدولة الفلسطينية، وأن الخطر الذي يتهدد المنطقة والأمن والسلم العالميين وأمن وسلم المنطقة هو نتنياهو وعقليته المتطرفة الإجرامية التي تسعى إلى تفجير الأوضاع. لذلك العالم صوت بالأمس إلى جانب الحق الفلسطيني، وهو أيضا أوصل رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف اليوم شبه وحيدة في وجه كل العالم الذي يريد دولة فلسطينية، بينما هي تواصل دعمها للاحتلال والعدوان على شعبنا الفلسطيني. هذا يعزز من مكانة فلسطين أولا القانونية والدولية، وهذا يحمل العالم مسؤولية جديدة بما أنهم جادون في خطواتهم وتوجهاتهم صوب قيام الدولة الفلسطينية. على العالم اليوم أن يدفع باتجاه مسار سياسي عبر مؤتمر دولي للسلام، تكون الأمم المتحدة هي الراعي لهذا المؤتمر وليس طرفا وحيدا كما أمريكا التي لم ترعى عملية السلام يوما وإنما رعت الاحتلال. هذا من شأنه فعلا أن يدفع باتجاه هذا المسار السياسي، لكن مطلوب اليوم أن تتوفر إرادة دولية حقيقية تخرج عن عباءة الهيمنة الأمريكية باتجاه الدفع الحقيقي صوب هذا المسار السياسي، لأن الكل يدرك اليوم أن فلسطين والحق الفلسطيني هو مفتاح السلام في المنطقة. إذن كيف تصف لنا ما كشفته وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف كامل المباني شرق رفح في جنوب قطاع غزة؟ يعني أنا لربما تحدثت عبر عديد النوافذ وعبر نافذتكم التي تتابع لحظة بلحظة ما يحصل في فلسطين، عندما قالوا أن نتنياهو بدأ عملية عسكرية محدودة، قلت في ذاك اليوم نتنياهو بدأ هجوما على رفح، وعندما احتل معبر رفح من الجانب الفلسطيني هذا معناه أنه يريد يعني نسف المعلم السيادي الأخير في قطاع غزة، ويريد أن يعلن أن قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال وأن غزة الآن تحت الاحتلال. نتنياهو كان قد بدأ هجوما شاملا على رفح تحت بند يعني عملية محدودة، هي على الإطلاق ليست محدودة، هو ماضٍ في هجومه على رفح ويريد أن يدمر ما تبقى من قطاع غزة وهي رفح تحت ذرائع القضاء على حماس وكتائب حماس، وهذه كلها يعني أمور كاذبة. هو يريد القضاء على الشعب الفلسطيني ويريد تدمير ما تبقى من حياة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهي رفح كمكان وحيد بقي لم يدمر. هذا مخطط عدواني كبير بدأه في شمال غزة لينتهي به في رفح، وقد دمر كل قطاع غزة وكل معالم الحياة في قطاع غزة ليدفع الشعب الفلسطيني في غزة ثمنا كبيرا. نعم، وضحت الصورة أستاذ عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات والتوضيحات المهمة، كنت معنا من رام الله. وما زالت تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدين، ألقاكم بعد قليل. نتمنى يصير هدوء ويصير هدنة، الأطفال نرجع بيوتنا ننصب خيام عند بيوتنا، بدناش بيوتنا راحت ننصب خيام في أرضنا، فيش أحلى من بيته الواحد وأرضه. الناس بترحل إلا على القارات ولا على تكاتك ولا على عربيات، رمى عليهم مناشير وقالوا ما رحلوا، رحلوا على البحر على المواصل، مش عارفين ايش بدهم يعملوا.
مين بار ترمى في الشوارع هاي عمشي ولا لاقي مكان ولا لاقي حاجة ما لاقي إلا وجه الله. هنا قاعدين بندق خيمة زي ما تقول لا يمكن 70 نفر يغنوا علينا وهددوا المنطقة ورموا مناشير وكله وهاي زي ما انت شايف بندق في الخيمة نسطر بس حال. جينا زي تهديد بيقولوا يعني اخلوا المكان كله فطلعنا واحنا اصلا ما بدناش نسيب بيوتنا وين نروح الواحد يشحطط ويتنطط هيك زي ما انت شايف طلع كيف الواحد ما هو عارف ايش يعمل ايش يسوي. هينا مرميين في الشارع معنا 6 عائلات لا معنا خيمه ولا معنا مويه نشرب ولا معنا اكل ولا زي ما انت شايف على الاسفلت واحنا خايفين كمان من الموت شردين من الموت زل. نتمنى يصير هدوء يصير هدنة الأطفال نرجع بيوتنا ننصب خيام عند بيوتنا بدناش بيوتنا راحت ننصب خيام في أرضنا فيش أحلى من بيته الواحد وأرضه. الناس بترحل إلا على القارات ولا على تكاتك ولا على عربيات رموا عليهم مناشير وقالوا ما يرحل رحلوا على البحر على المواصل مش عارفين ايش بدهم يعملوا. اتصلوا فينا اتصالات على الجوال اخلوا هاي المنطقه بالكامل مع انه احنا بنعرف انه فيش اخلال المدارس في منطقه رفح لكن اصروا انه نخلي هاي المنطقه بالكامل. لحقنا الحرب حتى كمان في المدارس ما فيش مكان امن بالمره. يعني بدك تاكل يعني نضل معانا جبنا فيه دبرنا امورنا وبعنا الاكل وتبعنا والشرب جبنا خيمه غير هيك مش عارف يعني احنا بنستنى رحمه ربنا. اليهود صارت ترمى علينا من الطيارة بصواريخ وطلعنا شردنا بهالولاد ما فيش مكان نروحه أصلا يعني وين ما بدك تروح ما فيش أمان. فيش أمان فيش أمان يعني فيش ما ضلش أمان يعني هالقد إحنا تحت رحمة ربنا عايشين بس أطفالنا تشردت وتهجزنا ولا مأوى ولا بيت ولا واخذوا بيوتنا واخذوا أطفالنا وشهداء وما خلوش لنا حاجة.
لا مية ولا كهرباء ولا خدمات ولا مساعدات ولا أي حاجة، لا في مقومات حياة. اليوم الصبح نتفاجأ في أوراق في المنطقة، فقالوا مكتوب الأوراق بلوك 270 بلوك، بلوكات كثيرة ما بعرف لك بلوك، نحن الحي تبعنا 270 ننزح، وأغلبهم كاتبين لنا في المنشور انزحوا على منطقة المواصي. أهلا بكم من جديد، وتتواصل تغطيتنا معكم حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مبادرة الرصيف الإنساني الأمريكي على شواطئ قطاع غزة تعاني تحديات فيما يتعلق بالقوة البشرية لتشغيلها. وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير راغبة في نشر جنود أمريكيين للمساعدة في تفريغ المساعدات بشاطئ غزة، وترى أن الحل الراهن هو أن يؤدي مقاول إسرائيلي المهمة ميدانيا. وفي نشر جنود أمريكيين للمساعدة في تفريغ المساعدات بشاطئ غزة، وترى أن الحل الراهن هو أن يؤدي مقاول إسرائيلي المهمة ميدانيا. كما أشارت إلى أن بريطانيا تراجعت عن خطتها لنشر جنود مسلحين في غزة للمساعدة على تفريغ المساعدات على الشاطئ بسبب المخاوف الأمنية. والمزيد حول الرصيف الإنساني على شواطئ قطاع غزة نتابعه في العرض التالي، والزميل محمد رضا، إليك محمد. شكرا لك زميلتي أمل. بينما تتكدس المساعدات الإنسانية في طوابير تصطف بها الشاحنات عند معبر رفح على الجانب المصري تنتظر الدخول إلى القطاع المحاصر المكلوم، ذهبت الولايات المتحدة 380 كيلو مترا في البحر في لارانكا في قبرص لوضع خطة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة عن طريق تأسيس رصيف غزة البحري المؤقت لاستقبال المساعدات، وبتكلفة تقدر بنحو 320 مليون دولار. كانت معظم المساعدات تدخل عن طريق البر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر إلى معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، ومنه إلى داخل القطاع، إلا أن وتيرة دخولها شديدة البطء نتيجة عقبات عدة في إدخال الإمدادات، منها إغلاق المعابر والقيود على الحركة والاتصالات وإجراءات الفحص الشاقة والاضطرابات والطرق المدمرة والذخائر غير المنفجرة. إلا أن إصرار الاحتلال على السيطرة على قوت أهالي القطاع وترسيخ سلاح التجويع مكن الاحتلال من تعطيل إدخال المساعدات عبر المنفذين البريين، أملا في أن يحل الميناء البحري المؤقت تلك الأزمة، لكنه لن يكون بمقدوره منفردا علاج الأزمة الإنسانية الراهنة في خضم تعطيل المساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. تبدأ آلية العمل من قبرص بتجميع المساعدات بحرا وجوا، ثم نقلها في سفن صغيرة متجهة إلى جنوب غرب غزة، ليأتي دور الشاحنات التي تتجه إلى جسر معدني عائم ذو مسارين، حيث يؤدي الجسر الذي يبلغ طوله 550 مترا إلى الشاطئ، ومن ثم عملية إنزال المساعدات. وتدير هذه العملية غرفة عمليات في قبرص، بينما تشير التقديرات الأمريكية إلى أن إجمالي عمليات التسليم عبر الطريق البحري سيبلغ نحو 90 شاحنة يوميا، ويمكن أن يزيد إلى نحو 150 شاحنة يوميا. ومع احتمالية تشغيل الميناء البحري الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة من عدمه، تواجه الولايات المتحدة عقبات لوجستية وأمنية تهدد خطط المساعدات،
تتمثل في توزيع تلك المساعدات على المناطق المختلفة داخل غزة، إذ يتطلب الأمر جهود مئات الجنود والعديد من السفن ومهمة تدعمها منظمات إنسانية والعديد من الدول. ولم تحدد الولايات المتحدة خطة لكيفية تخزين المساعدات وتأمينها وتوزيعها بمجرد نزولها إلى البر، ولكن مسؤولون أمريكيون قالوا لول ستريت جورنال إنهم يخططون للعمل مع برنامج الأغذية العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة. ولا توجد جهة واضحة على الأرض لتأمين توزيع المساعدات، ما يفرض مشكلة أخرى. ففي فبراير الماضي استشهد أكثر من 100 فلسطيني بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات من قافلة إغاثة، كما لقي نحو 200 عامل إغاثة حتفهم في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن أعمال بناء الرصيف البحري العائم قبالة سواحل قطاع غزة توقفت بشكل مؤقت لسبب معلن، وهو حالة البحر، لتتكشف علامات الاستفهام حول دور الرصيف البحري والتحديات التي تواجه عمله، ومن المسؤول عن تأمينه في ظل تفاقم الوضع الإنساني نتيجة إصرار الاحتلال على عمليات الاستهداف ورفع وتيرة التصعيد. عودة لك يا أمل. شكرا لك محمد. وإلى تطورات الأوضاع في معبر رفح، حيث ينضم إلينا من الجانب المصري للمعبر رمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية. إليك رمضان، ما هو الجديد لديك حتى الساعة، وهل هناك أي تطورات للأوضاع لديك؟ نعم، يعني في تلك الأثناء هناك بعض يعني القصف المدفعي في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني. هذه يعني ربما القصف الذي يستمر لمدة 5 دقائق رصدناه حتى هذه اللحظة، طلقات مدفعية متفرقة بين الحين والآخر نظرا للاشتباكات الدائرة ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية في محيط معبر رفح وقوات الاحتلال التي تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني. يعني قبل قليل تحدثنا عن الضربة التي الصواريخ التي رشقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في محيط معبر كرم أبو سالم، وهذه كانت أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن توجيه 4 صواريخ إلى الأليات المتواجدة في محيط معبر كرم أبو سالم، وأسقط جيش الاحتلال أحد هذه الصواريخ. الضربات الآن تجددت مرة أخرى في الناحية الغربية من محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهذه المنطقة التي يعني ربما تقارب المخيمات التي يتم إجلاؤها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي تم توجيه الأوامر وإصدار عمليات الإخلاء للمواطنين في مخيم الشبورة وكذلك مخيم رفح الذي يقع في قلب المدينة. هناك اشتباكات دائرة مع عمليات النزوح للعديد من المواطنين التي تقدر بمئات الآلاف بحسب التصريحات الخاصة أولا بإعلام الجيش إعلام الاحتلال الإسرائيلية، القنوات الإعلام الإسرائيلية، وكذلك أيضا من خلال الأمم المتحدة التي قدرتها ب 200,000. في وسط هذه عمليات النزوح تم إنشاء أحد المخيمات على شاطئ بحر دير البلح. هذا المخيم الذي تم إنشاؤه في هذه اللحظات مع استمرار عمليات النزوح، سواء النزوح من 5 مخيمات التي قرر الإخلاء فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شرقي مدينة رفح أو في وسط مدينة رفح، وهذا مخالف تماما لما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الخطة المحدودة. وإن كان في اجتماع أمس أشار إلى توسع هذه العملية ولكن في شرقي رفح، ولكن الآن هناك إخلاء للمخيمات في وسط المدينة، بالإضافة أيضا إلى شمال غزة الذي يشهد حتى الآن تحذيرات وعمليات إخلاء في بيت لاهية وجبلية في شمال أقصى شمال غزة، وكذلك أيضا مع الضربات العنيفة التي يشهدها شمال غزة منذ الصباح، طائرات الاحتلال تقوم بقصف المنازل السكنية وكذلك أيضا بعض الشوارع الرئيسية هناك لإجلاء يعني بث الرعب في نفوس المواطنين، وأمرتهم أيضا بإخلاء هذه المناطق والتوجه إلى مدينة غزة، وهذا ما يشير إليه التصريح الخاص ب
مكتب رئيس الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين بأن هذا التهجير في الذي يعد للمرة السابعة في هذه الحرب التي يشهدها قطاع غزة، هي حرب الإبادة الجماعية ضد فلسطين، سواء التحرك من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال وغيرها من التحركات المتلاحقة للمواطنين في الأماكن المختلفة للمخيمات المتواجدة هناك. هذا المشهد أشكرك حتى شكرا الآن يعني جزيلا وضحت الصورة. رمضان المطعني، ونتمنى لك السلامة. شكرا جزيلا من معبر رفح البري للزميل مراسل القاهرة الإخبارية رمضان المطعني، كنت معنا من معبر رفح البري، أشكرك جزيل الشكر. وللمزيد من التفاصيل حول الموقف الأمريكي من العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي. أهلا بك دكتور. بداية دكتور، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وتهديده بتعليق إرسال ذخائر وأسلحة لتل أبيب، إذن كيف تقيم الموقف الأمريكي تجاه تنفيذ دولة الاحتلال الإسرائيلي لخططها الهجومية بشرق مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني؟ وكيف تفسر حالة الانقسام والانتقادات بالداخل الأمريكي، لا سيما موقف الجمهوريين من هذا الأمر؟ أهلا بك يا أمل، وأهلا بضيوفك الكرام. بعتقد أن الموقف الأمريكي هو ليس يعني سحب دعم إسرائيل الكامل والدائم والذي يتفق عليه كلا الحزبين وكل دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. فإسرائيل ليست هي يعني المحور، المحور هو حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية على أقصى درجات اليمين المتطرف، ومحاولات الولايات المتحدة الأمريكية إلى يعني تغيير هذه السياسة. بايدن موافق على يعني حرب يعني رفح والعملية العسكرية في رفح، ولكن كانت الحوار الأمريكي الإسرائيلي واضح جدا، والذي وضحه في لجنة الاستماع الأخيرة أمام الكونغرس الأمريكي السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، قال لا، لن نسمح بقتل المزيد من المدنيين. المزيد معنى كده ان هم عارفين ان هم شاركوا في يعني قتل الالاف، 35 ألف من المدنيين. يعني القذائف اللي استخدمتها اسرائيل من مزايا الحرب لغايه النهارده 3000. دكتور ماك تتحدث عن ان جو بايدن هو يوافق بشكل كامل عن ما تفعله اسرائيل هذه الايام، اذا ماذا نفهم من تصريحاته الاخيره عبر وسائل الاعلام الامريكيه؟ هو التصريحات يعني مفهوم منها طبعا بالتأكيد جزء كبير منها للعملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية والمعارضة التي تراها الإدارة في الداخل الأمريكي وانفجار الأمر في مجتمع الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من 36 ولاية الجامعات فيها يعني عاملين مظاهرات واعتصامات، وفي يعني مشادات حصلت ما بينهم وبين الجامعات الناصرة لإسرائيل، وأيضا العنف الغير مبرر من الشرطة الإسرائيلية من الشرطة الأمريكية في يعني فض هذه الاعتصامات السلمية بداخل الحرم الجامعي. دكتور ماك سأعود إليك بعد قليل، ابقى معي دكتور ماك. ننوه إلى هذا الخبر، حيث أعربت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث في غزة في ظل الوضع الإنساني المتردي والمجاعة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء والأطفال. وقالت خلال زيارتها لمعبر رفح إن هذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان. It is very important to be here, to be on the ground, to give us. إن تواجدنا هنا على أرض الواقع هو أمر هام للغاية لتقديم الدعم لكل من يعمل على مساعدة المدنيين الذين هم في حاجة ماسة للعون. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في غزة في ظل الوضع الإنساني المتردي والمجاعة التي يتعرض لها المدنيين الأبرياء والأطفال وكثرة عمليات القتل. هذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ونحن ندعو ونحث على وقف فوري لإطلاق النار.
وإتاحة وصول المزيد من المساعدات الإنسانية. ومن المقلق للغاية أن تظل المعابر الحدودية مغلقة لعدة أيام، مما يزيد من سوء الوضع الإنساني في غزة. ولذلك فإننا ندين بشدة العملية العسكرية في رفح، وندعو إسرائيل أيضاً إلى ضبط النفس والتوقف وعدم تصعيد هذا الوضع الصعب في المنطقة. وتبذل سلوفينيا قصارى جهدها بتقديم المساعدات الإنسانية والمادية وغير ذلك، ونحن ممتنون للغاية للجانب المصري لمساعدة مواطنين دولتنا الذين أرادوا عبور الحدود والعودة إلى سلوفينيا، وكذلك لتقديم الدعم الصحي. فنحن ندرك تماماً أن النظام الصحي المصري يتحمل عبء ثقيل، لذا أتوجه بجزيل الشكر لكل من يساهم في هذه المساعدات، العاملين في المجال الإنساني والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر وكل من يحاول حقاً حماية المدنيين المحتاجين. سنواصل بذل قصارى جهدنا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وكذلك مع الضغط الذي تتحدث حكومتنا حياله مع الدولة الفلسطينية لأجل الاعتراف بها، وكذلك للعمل نحو نهج يحقق سلامة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى السلام في المنطقة. لقد زرت في نهاية الأسبوع الماضي زملائي وزراء الخارجية في إسرائيل وفي رام الله أيضاً، ومع كل هذه الجهود وبكون سلوفينيا عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مهمتنا الرئيسية هي ضمان الأمن والسلام والقانون الدولي. لذا فإنه من المهم وجود حوار. لقد أدنت بشدة بدء العملية العسكرية في رفح، وأدعو الجميع بالنظر إلى كونها مسؤولية تجاه المدنيين. فما يحدث يهدد حياتهم، فيجب أن يسأل شخص ما عما يحدث. إننا نرى العديد من النساء والأطفال الأبرياء يموتون بسبب هذه الحرب وبسبب نقص الأدوية وعدم وصول المساعدات الإنسانية وقلة المياه والغذاء. إن هذا الجيل من الشباب والأطفال في غزة سيعانون أكثر، ولا أحد يعلم كيف سيكون المستقبل. أعود إلى واشنطن مرة أخرى حيث دكتور ماك شرقاوي. دكتور ماك، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أنه برغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك كل الأوراق للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، إلى أنها حتى اللحظة ورغم تعليق الأسلحة الأمريكية لتل أبيب لم تتخذ خطوات جادة وأكثر تأثير تجاه إسرائيل لوقف اجتياحها على رفح الفلسطينية. إذن برأيك دكتور، هل تستطيع الولايات المتحدة وقف الحرب بالفعل أمام تعنت نتنياهو وحكومته المتطرفة بمواصلة هجماتها على رفح الفلسطينية؟ بصي أمل، هو يعني نظريا تستطيع الضغط، ولكن عمليا تصريح بنيامين نتنياهو كاشف، قال إذا لم تدعمنا الولايات المتحدة الأمريكية سوف نحارب بمفردنا. فأعتقد أن أوراقات الضغط بدأت بتعطيل المساعدات لفترة 7 شهور. بعد ما تم يعني الموافقة على المساعدات، بدأ الضغط الأمريكي من امتناع الولايات المتحدة الأمريكية أنها تستخدم حق الفيتو في القرار بوقف إطلاق النار أمام مجلس الأمن. وإن كان لن يؤثر كثيرا أنه لم يصدر بموجب البند 7 وهو استخدام القوة، ولكن هو إشارة لبنيامين نتنياهو. الحديث مع يائير لابيد ومع بيلي جانس في بدائل إلى الإدارة الأمريكية النهاردة، كمان وقف بعض أنواع الأسلحة، ليس كل الأسلحة على فكرة، في أسلحة راحت. الأسلحة اللي وقفت هي القنابل الكبيرة اللي هي MK-84. دكتور ماك، وأنت في واشنطن ولديك خبرات هناك، إذن من يتحكم في زمام الأمور في واشنطن؟ من بيده القرار؟ الإدارة الأمريكية، أنت عارفة السياسة الأمريكية فيها 3 فروع، فرع التنفيذي اللي هو الإدارة الأمريكية البيت الأبيض، والفرع التشريعي اللي هو الكونجرس الأمريكي بغرفته النواب والشيوخ، والفرع القضائي هو المحكمة العليا. أعتقد أن من لديه يعني السيطرة هو الكونجرس الأمريكي، والكونجرس الأمريكي لو شفتي أول قرار أخذه مايك جونسون بعد ما مسك سبيكر أوف ذا هاوس اللي هو رئيس مجلس النواب، أول قرار بإجماع المجلسين دعم إسرائيل بنسبة 98-2 في مجلس الشيوخ و425-435 في مجلس النواب.
فيا سيدتي دعم إسرائيل هو أمر مفروغ منه، ولكن هو الإدارة الإسرائيلية الموجودة هي التي لا تنفذ يعني على صريح الخارجية الأمريكية. النهاردة الوزير الخارجية الأمريكي أما يطلع تقرير بيقول إسرائيل يمكن أن تكون قد خالفت القانون الدولي، إيه الهبل ده؟ إيه الاستنطاع ده يعني بمعنى أصح يعني. دكتور ولكن لا يستوجب توجيب القانون عليها. كلنا نعلم جميعا أن هذه الجهات أو هذه المنظمات هي من بيدها القرارات، ولكن هنا أتحدث عن من يملك التأثير الفعلي والقرار والقرار الإيجابي بوقف هذه الحرب وأن تنصت إليه إسرائيل. هو بص، الجميع موافقون على القضاء على حماس، الجميع موافقون على العمليات العسكرية، لكن النهاردة في الضغط الدولي اللي موجود أصبح بايدن يديه ملطختين بالدماء. هو لا يريد أن يغرق أكثر في بحر الدماء، لكنه موجود في بحر الدماء. ولكن دعيني أؤكد لك، الإدارة الأمريكية ودوائر صنع قرار أمريكية تدعم إسرائيل إلى أقصى مدى ممكن تتخيليه. وأنا قلت تصريح قبل كده، أمريكا بتعتبر إسرائيل الولاية 51 الأمريكية، فالدعم غير مفروغ منه. ولكن هي أشكال الحكومة في الكيان الإسرائيلي المحتل. هل تعتقد أن بيلي جانس لو جه ولا يقير لبيت ونحن نتابع على الهواء مباشرة لقطات حية للقصف الإسرائيلي المستمر على رفح الفلسطينية كما تتابعون مشاهدين الكرام؟ هذه اللقطات هي الآن، حيث يواصل جيش الاحتلال قذفاته والقذفات المستمرة وقصفه لرفح الفلسطينية. أعود إليك مرة أخرى، كيف تقيم دكتور ماك الحراك الطلابي بالجامعات الأمريكية خلال الفترة الماضية واستجابة تلك الجامعات لمطالب طلابها بسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية؟ ما فيش شك أن الطلاب دائما أما بيروا أن ما يحدث على الأرض فاق كل الحدود بيتدخلوا، وعملوا كده في 1968 في أمريكا وأوقفوا حرب فيتنام، وأعتقد أنهم سوف يكون سبب في وقف هذه الحرب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل. وأعتقد أيضا أن الداخل الأمريكي يعني بدأ يبحث ما هي حقيقة الأمور. حقيقة الأمور ليس كما يقول الإعلام الصهيوني اللي موجود في داخل الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيسيطر على الإعلام. مردوخ يا سيدتي العزيزة، يا أمل مردوخ بيملك كل تقريبا شبكات الإخبارية في الولايات المتحدة الأمريكية، أحد اليهود الصهيوني. أنت متخيلة أن في صراع ما بين السي إن إن وما بين فوكس؟ ده بس عشان الهوى والمشاهدات و لكن الكل بينفذ سياسة واحدة، سياسة الصهاينة. في 300 مش بس الإيباك يا أمل، 300 هيئة وجمعية غير هادفة للربح موجودة في أمريكا بتدعم الصهاينة. الصهاينة متغولين داخل أمريكا، وأستطيع أؤكدك أنهم هم اللي بيسيطروا على القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، هم بيسيطروا على من يصل إلى المناصب في الكونجرس الأمريكي والمناصب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. العكس هو صحيح، إسرائيل هي من تسيطر على القرار الأمريكي. الدكتور ماك قال موقع إكسيس الأمريكي إن نوابا ينتمون للحزب الجمهوري المعارض لرئيس جو بايدن يدفعون بتشريع يهدف إلى منع الرئيس الأمريكي من حجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، هذا بالطبع إلى جانب أيضا الشروع في صياغة مواد لعزله. كيف ترى هذا الأمر؟ هو صراع انتخابي، الجميع يهدف إلى دعم إسرائيل، الجميع يقف وراء إسرائيل، لأن إسرائيل دي عمل لما ببص للتاريخ شوية وراء كده تلعب دور وظيفي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وصالح الغرب، خاصة بريطانيا وفرنسا. هو ده مثلث الشر، أمريكا فرنسا بريطانيا، هذه الكيان الشيطاني الذي زرع من 1905 مش من 1917 وعد بالفور، من 1905 هم بيجهزوا لهذا الكيان الشيطاني اللي حقق فعلا. في تصريح مهم جدا يا أمل، أساسا أمريكان قالوا أن إسرائيل، لولا إسرائيل كنا تكبدنا عشرات التريليونات من الدولارات وتكبدنا عشرات الآلاف من أرواح جنودنا. إسرائيل حاربت الكثير من الحروب عنا بالوكالة في الشرق الأوسط. فوجود إسرائيل هو يعني مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو بريطانيا. لما حصل اللي حصل
شفتي مين الجيوش اللي ولكن راحت هل هذا 11 دولة أوروبية دكتور ماك، ولكن هل هذا الكلام الذي ذكرته على لسانك هل هذا صحيح؟ هل فعلا إسرائيل حاربت يعني بنيابة عن فرنسا وأمريكا وبريطانيا؟ 56 فندم نسياها؟ ناسية الاعتداء اللي حصل على مصر في العدوان الثلاثي؟ مين اللي كان اللي موجود؟ نتحدث فرنسا وبريطانيا عن السنوات القريبة الإسرائيلية. نعم، ولكن يا فندم يعني وجود هذا الخطر الداهم في المنطقة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط هي مصالح للولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عنها، ومصالح لن تتخلى عنها فرنسا، وإن كنت بشوف التصريحات العنترية صحيح. اللي بيقولها ماكرون، ولكن الواقع إيه اللي على الأرض؟ ولكن البعض لا يجد أبدا مبرر لوقوف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى جانب إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة. دكتور ماك، في ضوء التلويح باستخدام الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة كورقة ضغط على الرئيس جو بايدن تراجع عن موقفه بتعليق الأسلحة لإسرائيل، برأيك هل بدأ اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغط وسن سكاكينه كما يقال على الإدارة الأمريكية والتهديد بعزل بايدن؟ يا ستي حتى لو عزل بايدن مين المرشح اللي جاي؟ ترامب. شوفي ترامب تصريحاته إيه النهاردة، بيقول ان يعني ان 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 بيعملوا النهارده بايدن من عدم حمايه اسرائيل يجب على كل يهودي ان يشعر بالعار لو صوت لبايدن. انت متخيله ان ترامب هيخش هيشمر كمامه وهيلوم وقفوا الحرب؟ سيد العزيز، إذن تصريحات اقصى من تصريحات بايدن عن الحرب في غزه والقضاء على حماس وقضاء المقاومه. اذا تقصد تقصد دكتور ماك بان السياسه الامريكيه هي واحده مهما تغير منصب الرئيس او ممثل لمنصب الرئيس. برايك ايضا دكتور، هل انتقاد الجمهوريين ورفضهم لقرار منع الاسلحه لتل ابيب هي ورقة دعاية انتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب أمام الناخب الأمريكي اليهودي؟ طبعا هم بيخطبوا ود الإيباك الإسرائيل الصهيونية وبيخطبوا ود اليهود الموجودين والصهاينة الموجودين في أمريكا، بس لن يغير من الأمر شيء. الكونجرس قلت لك 98 لـ2 و425 لـ10 بيدعموا إسرائيل، فأنت متخيلة إيه؟ الأمور لن بالتأكيد دكتور ماك يدعموا إسرائيل حقيقية عالمية لمؤتمر سلام، هو ده اللي ممكن يحل. نعم. رغبة عالمية زي النهاردة التصريح اللي انت نقلتيه على الهواء دلوقتي لوزيرة خارجية سلوفانيا، ده مهم. ال 194 امبارح اللي صوتوا بدولة فلسطينية في مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ده مهم. طبعا هترفض أمريكا. نعم. وهتطعن بالفيتو عشان ما يخش مجلس. بالتأكيد دكتور ماك، الدور الدولي بالتأكيد هو المهم. دكتور ماك، كما ذكرت في حديثك بأنه لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لما استمر العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها معا عبر الهواء مباشرة، والآن يتم قصف رفح الفلسطينية يعني منذ دقائق وحتى الآن. أشكرك جزيل الشكر دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي على كل هذه المعلومات وكل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا، كنت معنا من واشنطن. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية. بعد التحية في البداية دكتور خطار، كيف تقيم الموقف الأوروبي تجاه التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في ظل بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مدينة رفح الفلسطينية؟ أعطر التحيات لكم وللفريق العامل لكل من يتابعنا ويشاهدنا. الموقف الأوروبي المعلن، موقف الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، وزارة الخارجية الأوروبية، كما الدول الأوروبية الأساسية، هو في إدانة عملية رفح والطلب من إسرائيل عدم القيام بها. وهل هذا يكفي؟ بالطبع لا، في النهاية على ما يبدو اعتبارات للانتقام، للهرب إلى الأمام، اعتبارات تعتبرها إسرائيل وجودية، كل هذا يدخل في الحسبان. والولايات المتحدة يعني لو أنها قالت بأنها ستجمد بعض شحنات السلاح، لكن كانت تتعامل مع هذا الموضوع وكأنه سيحصل في النهاية. نحن أمام منزلق اليوم، أعلن مثلا عن مقتل
أحد الرهائن الإسرائيليين. نحن في تصعيد وكل طرف يحاول تحسين أوراقه، يعني حتى مسألة الإعلان عن موت رهائن كما القيام بعمليات عسكرية، وكأنه يجري ضمن أسلوب الضغط للتفاوض. حتى الآن لم تغلق على ما يبدو أبواب التفاوض كاملة، لكن لا ثقة بالطبع بالجانب الإسرائيلي. الجانب الأوروبي أوراقه ليست محدودة، لكن ألمانيا لأول مرة تلوح بأنه بإمكانها القيام أيضا بتجميد ومنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في حال قامت واشنطن بذلك. باريس من جهتها قلصت كثيرا التصدير إلى إسرائيل. إذن هناك خطوات لكنها غير كافية إزاء التعنت الإسرائيلي والقرار الإسرائيلي بالذهاب بعيد. وما الخطوات التي يجب أن تكون إذا كانت هذه الخطوات برأيك هي غير كافية؟ يعني بالطبع ليس كما كان يقول محاوركم من واشنطن بأن هناك محور شر وهناك مثلث شر، فليدلني على مثلث الخير في العالم ومحور الخير. أين هم؟ أين هي الدول الأخرى؟ أين هو كل العالم الإسلامي من أوله إلى آخره؟ وأين هي روسيا والصين والهند إلى ما هنالك؟ إذن هو ليس معنا لكي يكون له حق الرد. ولكن دعني أسألك، جوزيف بوريل قال وهو مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه يتعين على إسرائيل عدم المضي في اجتياح بري لرفح الفلسطينية، وأنه بإمكان الاتحاد الأوروبي وبإمكان المجتمع الدولي منع مثل هذا السيناريو. برأيك ما هي أوراق الضغط التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء التي يمكن من خلالها إجبار دولة الاحتلال على أو عن التراجع عن اجتياح رفح الفلسطينية؟ تفضل. نعم، الأهم تحويل الأفعال الأقوال إلى أفعال. ليذهب السيد بوريل ومعه الدول الأوروبية الدائمة العضوية في مجلس الأمن خاصة فرنسا، ليذهب الجميع إلى مجلس الأمن وليصدروا قرار إدانة حول رفح وليهددوا إسرائيل بالفصل السابع. هل هذا ممكن؟ حتى الآن هناك حماية من واشنطن، لكن الاتحاد الأوروبي لوحده عليه ألا يختبئ وراء الكلمات، عليه أن يقرر. يمكن الاتحاد الأوروبي أن يقول إنه في حال استمرار إسرائيل في عملية رفح سيتم وقف تصدير السلاح أو تجميده إلى إسرائيل، وهذه برأيي خطوة مهمة. يمكن الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات في مناسبات عديدة أن يهدد أو أن يفرض عقوبات على إسرائيل. من دون ذلك سيبقى الكلام كلاما معسولا من دون تتمات. نعم، هل اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية قد كتب شهادة وفاة النظام العالمي القائم بعد فشله في ردع إسرائيل برأيك؟ يعني أصلا منذ فترة من الزمن تصدعت العولمة والصراع الدولي عاد إلى أوجه، ونحن نشهد إلى جانب مسرح أوكرانيا الآن مسرح عمليات آخر في غزة والشرق الأوسط وامتد إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. هذا ليس فقط صراعا قوميا وصراعا. دكتور خطار ابقى معي، ولكن ننوه إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا، حيث قال مصدر رفيع المستوى إن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح وحملتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لموافقة 143 دولة بالاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها للمنظمة الأممية. أعود إليك دكتور خطار، كيف قرأت موقف الدول الأوروبية وما توقعاتك حول تصويت الدول الأوروبية صاحبة العضوية الدائمة؟ يعني أعتقد أن مسألة الاعتراف الذي تم في الجمعية العامة هو رمزي في نهاية المطاف ما دام لم يمر عبر مجلس الأمن، لكنه في هذه الفترة بالذات هو الأمر الممكن. البعض قام بواجباته، البعض امتنع، البعض تردد، لكن في نهاية المطاف يمكن القول أن المستقبل واضح.
لا مجال لاستمرار التعنت الإسرائيلي. على إسرائيل أن تسلم بأنه لا مستقبل للمنطقة للسلام للاستقرار إلا بمستقبل للفلسطينيين، إلا بدولة فلسطينية قابلة للحياة، إلا بحل الدولتين. أعتقد هذا هو المخرج. الآن تحذير مصر الذي سمعناه مهم جدا، لأن إسرائيل خرقت معاهدة السلام. نعم دكتور، إسرائيل لا تحترم المعاهدات، لا صحيح. تحترم القرارات الدولية. هذا موقف قوي يجب أن يأتي أيضا من القمة العربية الإسلامية. نفس هذا الموقف يجب تبنيه، يجب رفع الصوت عاليا لوقف هذا التغول الإسرائيلي غير المبرر. دكتور، توقعاتك، ما هي توقعاتك حول تصويت الدول الأوروبية صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال عرض على المجلس في الأيام الفترة المقبلة؟ وأريد أيضا سماع رأيك حول هل اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية يعتبر كتب أو قد يكون بمثابة كتابة شهادة وفاة للنظام العالمي القائم بعد فشل في ردع إسرائيل؟ أولا بالنسبة للتصويت، من الواضح أن هناك دولا أوروبية أعلنت أنها قريبا ستعترف بشكل نهائي بالدولة الفلسطينية، منها إسبانيا وإيرلندا. باريس تتشاور حتى الآن، لكن بتقديري ستتجه فرنسا للتصويت الإيجابي. أعتذر لك يا دكتور خطار، ابقى معي، ننوه إلى هذا الخبر العاجل مرة أخرى، حيث أفاد مصدر رفيع المستوى بأن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني. وأضاف المصدر أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح، وحملتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. أعود إليك دكتور خطار مرة أخرى، كنا نتحدث عن الدور الأوروبي وهل اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية كتب شهادة وفاة للنظام العالمي القائم؟ لأكمل حول التصويت في مجلس الأمن، نعم. إذا كنت أتوقع أن يكون التصويت الفرنسي إيجابيا، يمكن للتصويت البريطاني أن يكون في الامتناع عن التصويت، ولكن المسألة ستدور من جديد حول الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تعتبر أنه من دون تحضير دبلوماسي كافي هذا القرار لن يصل إلى نتيجة. أنا لا أؤيد موقف الولايات المتحدة، لكن واقعيا من دون تغيير البيئة السياسية الإسرائيلية ومن دون ترتيب البيت الفلسطيني، حتى لو اتخذ القرار في مجلس الأمن لن ينفذ. أما بالنسبة لوفاة النظام الدولي، مجلس الأمن الدولي لا سمع ولا بصر، ولم ينصفوه، فمن سموه قد كذبوا. قتل الضعيف حلال في شريعته، فالأمن مات وعين السلم تنتحب. ماذا نقول أكثر من ذلك؟ نعم، النظام الدولي مات ليس من اليوم. موت الإنسانية في غزة هو إعلان وفاة للنظام الدولي، إعلان وفاة لكل من يدعي أنه يدافع عن قيم إنسانية. لكن هذه هي الحروب، الحروب دوما تجلب الدمار، يدفع ثمنها الضعفاء والبؤساء. الشعب الفلسطيني قدم قربانا على مذبح لعبة الأمم، لكن بالرغم من كل شيء صوت فلسطين يصدح الآن في كل أنحاء العالم. أصبحت فلسطين مرادفا للمطالبة بالتحرر في كل أنحاء العالم. ومن هنا لو كان هناك وفاة للنظام لن نترحم عليه، لأنه غير عادل. يجب أن ينبثق نظام أكثر عدلا، أكثر مساواة وأكثر نزاهة. دكتور خطار، أعلنت عدة دول أوروبية وهي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا أنها قد تعترف بدولة فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة. برأيك إذن ما هي انعكاسات تلك الخطوة على القضية الفلسطينية من ناحية، ودلالتها نحو توجه دول أوروبية أخرى باتخاذ نفس الخطوة؟ يعني هذه خطوات جريئة وخطوات سيكون لها وزنها. أذكر أنه من افتتح الطريق في أوروبا كانت فرنسا في العام 1972، عندما اعترفت بالحق الفلسطيني ومنظمة التحرير
الفلسطينية. وكانت فرنسا أول من استقبل ياسر عرفات في باريس، وهي التي مهدت الطريق لتطبيع العلاقات بين الفلسطينيين والغرب ككل والولايات المتحدة بالذات. أوروبا لم تكن بعيدة، لكن مشكلة أوروبا أنه دوما كان عندها أفكار إيجابية لكن لم تتمكن من ترجمة هذه الأفكار. بالطبع لا ننسى الحقبة الاستعمارية، لا حقبة وعد بلفور ولا الغزو الثلاثي ولا حقبات أخرى، لكن الزمن يتطور يتغير ونتأقلم مع هذا الزمن. أظن أن هناك مصلحة استراتيجية لأوروبا في السلام في الشرق الأوسط، في الاستقرار في الشرق الأوسط، وهذه مسؤولية كبرى. في ضوء تصريحات وزير الخارجية البريطاني مؤخرا بأن المملكة المتحدة لن تدعم قيام إسرائيل بعملية كبيرة في رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة للغاية عن كيفية حماية السكان، وأن بريطانيا يعني لم تعد بعد لهذه اللحظة، كيف ترى موقف بريطانيا من اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية، ولماذا برأيك لم تتخذ قرارا بشأن تعليق الأسلحة إلى إسرائيل برغم أن هناك ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء ريشي سوناك بما في ذلك من داخل حزبه؟ بالفعل يعني مقارنة بالانحياز الكامل لإسرائيل بعد 7 أكتوبر من قبل الكثير من الدول الأوروبية، نلاحظ الآن بعض التبدل النسبي في مواقف ألمانيا وبريطانيا مثلا. لكن في بريطانيا بالذات كما في فرنسا وألمانيا الولايات المتحدة روسيا الصين، يعني عند كل تجار السلاح في العالم، مسألة تجارة الموت مسألة يعني هم ينظرون كثيرا حولها، لكن عمليا هناك دوما نوع من الاستسهال، لأن صناعة السلاح تضر كثيرا على هذه الدول من أموال، القيم هنا تسقط. وفي موضوع هذا بالذات في بريطانيا هناك نعم نقاشات داخل حزب المحافظين، هناك مطالعات قانونية، هناك كل شيء، لكن على ما يبدو ليست المصلحة العليا البريطانية. هنا يمكن أن نتكلم عن نوع من النزعة الاستعمارية المتأصلة التي تمنع أخذ اتجاهات معينة. نعم. وهذا الدفاع المستميت عن إسرائيل شيء مستغرب، لأنه في نهاية المطاف إذا نظرنا أين ستكون مصلحة بريطانيا وأوروبا والعالم؟ ولكن دكتور خطار، مصلحة الجميع هو في الاستقرار والسلام. نعم. العادل. ولكن دكتور خطار، يعني في حديثك ذكرت بأن الولايات المتحدة تتخذ قرارات ثم يتبعها بريطانيا وفرنسا، إذن برأيك لماذا لا تتخذ الدول الأوروبية المؤثرة خطوات استباقية وليست خطوات تابعة لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة؟ لأن هناك انقسام أوروبي. الآن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، وداخل الاتحاد الأوروبي فرنسا قوة مؤثرة، لكن ألمانيا مثلا كما هولندا كما إيطاليا كما النمسا تنحاز تماما لإسرائيل. فرنسا موقفها تحسن عن 7 أكتوبر، ولكن ليس بموقف جاك شيراك أو موقف فرانسوا ميتيرون أو موقف شارل ديغول، هذا موقف يعني محدود حتى الآن. الأهم نعم يوما من الأيام على هذه الدول أن تثبت إمكانية استقلالها الاستراتيجي، هذه مسألة تخص مستقبلها، وإلا ستضيع بين صراع الجبابرة، ستضيع بين العملاقين الأمريكي والصيني في يوم من الأيام. نعم، جزيل الشكر لك دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية على كل هذه المعلومات والتوضيحات، كنت معنا من باريس، أشكرك جزيل الشكر. ومع زيادة وتيرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح الفلسطينية، شهدت منطقة البحر الأحمر توترات متصاعدة إثر الهجمات الحوثية على السفن بجانب الضربات الأمريكية المضادة لمواقع الجماعة في اليمن. وقد سببت هذه الهجمات اضطرابات في حركة التجارة العالمية في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط، كما
كان لها انعكاسها على دول القارة الأوروبية في ظل نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها، وسط مخاوف بزيادة الضغوط على الاقتصادات العالمية والإقليمية في حال استمرار الحرب على غزة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن الدكتور ممدوح سلامة خبير الطاقة العالمي. بعد تحية دكتور، في البداية لو توضح لنا لأي درجة زادت الحرب على غزة من الضغوط على الاقتصاد العالمي، وكيف تفسر حالة التذبذب في أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية؟ في الواقع أحداث غزة لها تأثير ليس فقط على قطاع غزة وسكانه، بل على الدول العربية وعلى الاقتصاد العالمي ككل. تقديراتي أن الأضرار التي لحقت في البنية التحتية والمستشفيات في غزة تزيد عن 30 مليار دولار، وقد تستغرق أكثر من 10 سنوات لإعادة بنائها، هذا إذا وضعنا جانبا الخسائر الضخمة وعدد الشهداء من الفلسطينيين. بالنسبة للدول العربية التأثر واضح. إذا نظرنا إلى الدول العربية ككل، الاستثمارات القادمة إلى الدول العربية بدأت تتأثر بسبب أحداث غزة. مثلا مصر تأثر دخلها من مرور السفن في قناة السويس. نقطة ثالثة، أن منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط هي أهم منطقة استراتيجية في العالم، تجلس على احتياطي للنفط يزيد عن 60% من احتياط العالم. وبرأيك دكتور، كيف ستؤثر العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية على اقتصادات الدول، لا سيما الدول العربية والدول الأوروبية أيضا؟ عدا عن تأثيرها المباشر على تدمير مدينة رفح، العملية العسكرية ترفع من مستوى التوتر في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وبالطبع تزيد من عمليات الحوثيين من اليمن ضد الملاحة الإسرائيلية، وهذا طبعا يقلق توترا هائلا، يؤثر على دخل مصر من قناة السويس، ويؤثر على الاستثمارات القادمة من العالم إلى مصر والدول العربية وإلى منطقة الخليج العربي ككل. أيضا إلى أي مدى يمكن أن يؤثر سحب العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية استثماراتها من الشركات الإسرائيلية على الاقتصاد الإسرائيلي؟ بالطبع ذلك بعد الحراك الطلابي الذي شهدناه بتلك الجامعات ومطالبتها بتلك الخطوة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. هذا سؤال مهم جدا ويدخل في قلب المشكلة. الاقتصاد الإسرائيلي هو الأكثر تأثرا وتدمرا وأضرارا من أي اقتصاد في البلاد العربية ككل. مثلا مضيق أيلات الإسرائيلي على خليج العقبة معطل كليا، وإضافة إلى ذلك أن الاقتصاد الإسرائيلي ينوح تحت ضربات الحوثيين في البحر الأحمر، وحول التأثر الاقتصادي من حيث توقف السياحة إلى إسرائيل، تعطل الصناعة الإسرائيلية بسبب أخذ الموظفين إلى الاحتياط الإسرائيلي، ارتفاع مستوى واردات إسرائيل التي تضطر أن تدور حول رأس رجاء الصالح قادمة من منطقة حوض المحيط الباسيفيكي، وكذلك الصادرات الإسرائيلية. هناك أيضا دكتور، هناك هجرة من المواطنين الإسرائيليين إلى البلدان الأوروبية أيضا، ما هي الصناعات التي تأثرت بشكل أكثر حدة يعني من غيرها نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأ يشهدها العالم منذ ظهور وباء كورونا ووصولا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ أولا أنت أثرتي نقطة أخرى هامة جدا، وهو
هجرة الإسرائيليين المواطنين الإسرائيليين خارج إسرائيل. هذه نقطة تحول بالنسبة لمستقبل إسرائيل، خصوصا إذا أضفنا التحول الحادث في الولايات المتحدة بين طلاب الجامعات الأمريكية من أقصى الولايات المتحدة إلى أقصاها. هذه نواحي ستؤثر على قدرة اللوبي الإسرائيلي أن يلعب دورا كبيرا في الولايات المتحدة. ولكن الأمر الأهم أن منطقة الشرق الأوسط تجلس على أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم. هذا يعني أن أي ارتفاع في مستوى التوتر سيؤدي إلى التهديد بانخفاض إمدادات النفط والغاز وارتفاع أسعارها. أنا أعتقد أنه في الفترة في الأسبوعين أو الثلاث القادمة سنرى أن سعر النفط سيقفز إلى أكثر من $90 لخام برنت. وضحت الصورة، أشكرك شكرا جزيلا دكتور ممدوح سلامة خبير الطاقة العالمي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات المهمة، كنت معنا من لندن. للمزيد من التفاصيل أيضا ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عامر الشبكي خبير اقتصاديات الطاقة. بداية وبعد التحية دكتور عامر، كيف ترى تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على حالة الاقتصاد العالمي في ظل الضغوط الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، لا سيما بالتأكيد منطقة الشرق الأوسط؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين وشكرا على الاستضافة. شكرا. حرب الإسرائيلية أو آلة القتل الإسرائيلية التي تستعملها الآن في غزة كانت لها تداعيات جدا كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل متفاوت ما بين الدول في المنطقة، في الشرق الأوسط، في الدول المجاورة لهذه الأحداث، في ذات الدولة المعتدية إسرائيل، وكذلك في غزة هنالك بالفعل كانت التداعيات جدا كبيرة على المنطقة، وكانت قد تتوسع أو قد ستتوسع هذه التداعيات بشكل أكبر بالفعل لولا ضبط ويعني السياسة التي اتخذتها دول المنطقة لاحتواء هذه الأزمة، وبعض الدول الكبرى التي أيضا اتخذت سياسات احتواء هذه الأزمة. ما زالت التأثيرات مستمرة، ما زالت التأثيرات متفاقمة، ما زالت الاحتمالات لأن تتوسع هذه التأثيرات بشكل أكبر على المنطقة، ما زالت الملاحة في البحر الأحمر بنسبة من 50 إلى 60% متوقفة، فلذلك التداعيات ما زالت مستمرة، وأعتقد بأنه أيضا التداعيات هذه ستظهر بشكل أكبر إذا ما استمرت هذه المعركة. دكتور عامر، يعني إلى أي مدى تؤثر التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والتي تعد نتيجة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أي مدى تؤثر على حركة الملاحة البحرية الدولية وحركة الشحن الدولية، وما تداعيات ذلك على أسعار الطاقة عالميا؟ نحن نتحدث عن ممر بحري يعني من ثالث أهم الممرات البحرية أهمية في العالم، تقريبا 30% من الحاويات في العالم تنقل عبر البحر الأحمر، و 12% من التجارة العالمية إلى 14%، 10 مليون برميل من النفط يوميا يمر، سواء نفط أو مشتقات نفطية تقريبا يعني 10% من الحاجة العالمية اليومية، وأيضا الغاز. فبالتالي هذا الممر مهم جدا للملاحة، وعندما يتعطل مثل هذا الممر المهم بالتأكيد التجارة العالمية ستتأثر، أسعار السلع سترتفع، وهنالك أيضا دلائل على أن التعقيد الآن أمام وضعي السياسة المالية والبنوك المركزية في تخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي نتج عن رفع أسعار البضائع من تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر. طبعا هذا الأمر كان سيوفر الكثير على العالم لو أن أسعار الفائدة بدأت بالانخفاض، كان متوقع أنه من شهر مارس منذ شهرين تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض. أزمة البحر الأحمر هي التي مدت هذه الأزمة إلى ما نحن عليه الآن، وربما تمتد أو يمتد
فترة تخفيض أسعار الفائدة إلى سبتمبر القادم بسبب أزمة البحر الأحمر. دكتور عامر، من المقرر أن تناقش القمة العربية التي تستضيفها دولة البحرين هذا الأسبوع خطة الاستجابة الطريقة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين. كيف ترى هذا الأمر؟ وبرأيك ما هي الفرص المتاحة للدول العربية لمجابهة تلك التحديات الحالية؟ نعم، أعتقد بأنه هنالك ضرورة لبحث مثل هذه الأمور في الوقت الحالي، رغم أن البدائل والحلول تبدو ضيقة للغاية. نتحدث مثلا عن البحر الأحمر، فقط الحلول هو الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بالنسبة لحركة الشحن، وهذا يكلف السفن مزيدا من الأعباء والأموال والتكاليف، تقريبا كل سفينة مليون دولار إضافي للمرور بعيدا عن قناة السويس والبحر الأحمر. نتحدث عن ضرورة أن يكون هنالك رأي واحد للدول العربية لمحاولة إرجاع الملاحة إلى البحر الأحمر مثلا أولا، ومن ثم تقليل تكاليف هذه الحرب على المنطقة. المنطقة والدول في المحيط، محيط المنطقة الآن يعني بالتأكيد تواجه صعوبات كبيرة في اقتصادها عدا الصعوبات التي كانت. نعم، وضحت الصورة. نعم دكتور، أشكرك شكرا جزيلا دكتور عامر الشبكي، وضحت الصورة نظرا لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك خبير اقتصاديات الطاقة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. وما أسهل أن تشعل حربا، ولكن حذاري من عدم القدرة على إخمادها، عبارة تصف وضع أصبح يصعب على الجميع استمراره. فرغم تحذيرات والمطالب الدولية والمجتمع الدولي أجمع، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية والتي لم يجمع عليها دول العالم من قبل منذ بدء الحرب على غزة، بضرورة وقف دولة الاحتلال الإسرائيلي فورا تنفيذ عملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تزال تواصل هجومها على المدينة التي يسكنها أكثر من 1,300,000 فلسطيني نازح، في تحد صارخ وغير مسبوق لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. الأمر الذي ينذر بمخاطر إنسانية لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل. كنت معكم أنا أمل الحناوي، وتغطية حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. دمتم في أمان الله.